المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته معي سؤال وجيه قد سأله كثير من المطلعين ومن العلماء والمفكرين السؤال لماذا كثر القلق والهم والغم والحزن في هذا الجيل بينما لم يكن في الجيل الأول والصدر الأول الذين عاشوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يعيشوا هذا القلق والاضطراب ولا الهم ولا الحزن لقد كانوا أكثر جهادا وأكثر تضحية وأقل في متع الحياة وأكثر شظفا في العيش وأكثر فقرا ومع ذلك كانوا يرون الرضا ويعيشون الرضا والأمن والسرور والحبور والنور في مسيرتهم كانوا مرتاحين في حياتهم كانوا منعمين بنعمة الله التي يجدونها في قلوبهم من الإيمان والسكينة والرضا بالقضاء والقدر والأمن الداخلي ولكن في جيلنا وفي عصرنا نحن كمسلمين لماذا كثر على الرغم من كثرة الأشياء والأموال والقصور والدور حدائق غناء وبساتين فيحاء ومع ذلك أشاهد وألقى وأسمع وألتقي مع من يشتكي من الهم والغم والحزن مع من يعيش القلق مع من يعيش حياة أسرية متوترة وقلقة ومضطربة مع من يشكو قلة النوم والسهر والأرق ما هو السبب لماذا لا نملك نحن تلك السعادة أو جزءا منها التي ملكها الصحابة الحل بكلمة سهلة بسيطة إنهم عرفوا الله والطريق إلى الله وظل كثير من الناس عن معرفة الله والطريق إلى الله لقد تعرفوا إلى الله من خلال كتابه العظيم الذي أنار لهم طريق الحياة وأخبرهم كيف يعيشون وكيف يتعاملون مع الله ومع الناس ومع الحياة ومع الكون ثم إنهم رضوا بقضاء الله وقدره فسلموا الأمور وجعلوها لله عز وجل إن خيرا فشكروا وإن شرا فصبروا وإن ذنبا استغفروا فهم في منازل ثلاث استغفار مع الذنب والخطيئة وشكر مع النعمة وصبر على المصيبة إننا بحاجة إلى إعادة تكويننا الداخلي بحيث أننا نؤمن بالله إيمانا صادقا والله لا يجدي بعد تجربة طويلة وقد كنت أطلع على مذكرات لساسة وفلاسفة وأغنياء ووجهاء شكوا من هذه الحياة وبعضهم أنهى حياته بعملية انتحار فأين نجد الحياة لا يمكن نجدها إلا في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يا من ضاقت عليه نفسه يا من أصابه الهم والقلق والحزن تعال إلى جلسة الروحية حافظ على الصلوات الخمس اقرأ حزبك وردك من القرآن أشغل لسانك بذكر الله اتجه إلى الله سبحانه وتعالى اترك الذنوب والخطايا سالم البشر سالم الناس بادل الناس حبا بحب وسلاما بسلام لا تعتدي لا تسيء إلى أحد لتعيش الأمن والسكينة ولتعيش الاطمئنان الذي عاشه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنني وجدت من العباد في حياتي قصيرة من يسكن بيتا عاديا شعبيا وبعضهم في بيت طين وعنده من العبادة وعنده من الفرح والسرور والأمن الداخلي ما الله به عليم والله لقد رأيت بعضهم وهو يتشكر مبتسما لله عز وجل جذلا وأظنه لا يدخل في الشهر 1000 ريال أو ما يقارب 1000 درهم ومع ذلك أمنه يملأ قلبه وسروره يملأ وجهه وبسمته تملأ محياه وإنني عرفت أناسا لهم قصور لا تنتهي ودور وثروات وأرصدة بنكية ومع ذلك نكد في نكد وهم في هم وغم في غم نصيحتي عودوا إلى الإيمان عودوا إلى التوبة الصادقة أشغلوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل تعرفوا على المسجد تعرفوا على المصحف تعلموا أن حياة تنتهي إما بخير أو بشر فأنهاها بخير إلى الله عز وجل ليست المسألة مسألة الثراء أو الوجاهة فقد نال أناس من الغرب أضعاف ما ينال كثير من المسلمين في دنياهم لكن المسألة الذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يا من أراد حياة الأمن والسرور تعال الآن صادقا وجازما وتدبر كلام الباري سبحانه وتعالى وتدبر الأذكار الشرعية التي علمنا معلم الخير عليه الصلاة والسلام
وسوف ترى بعدما تسمع هذا وتطبقه كما سمعت من إخواني وأصدقائي الذين عادوا إلى أذكارهم وعادوا إلى صلواتهم وعادوا إلى مصحفهم، يقول والله إن نعيش أمنا الآن وراحة وسكينة، والله لو دفعت لنا قناطير الدنيا المقنطرة فيما نجده لا ندفعه أبدا. الحياة هي حياة الرضا والأمن مع الله، ومن لم يعش مع الله عاش مع الشيطان، وويل لمن ضيع ساعاته في القيل والقال وإغضاب ذي الجلال ولم يتعرف على الطريق الموصلة إلى الجنة وهي طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سلام عليكم، وأنزل الله علينا وعليكم السكينة، وبارك فيكم، وشكرا لكم.